شاهدوا جمال ابنة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بأحد الظهور لها في عيد ميلادها، وتعرفوا على أهم محطات في حياتها الشخصية والفنية. احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا والتي أصبحت في العاشرة من عمرها. وبهذه المناسبة نشرت سيرين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور مع ابنتها تاليا، وعلقت سيرين على الصور قائلة: أميرتي صار عمرها 10 سنين، ما عم صدق كيف مرقوا، إن شاء الله العمر كله يا قلبي أنتي. كما نشرت سيرين مقطع فيديو يظهر قيام ابنتها تاليا بإطفاء شمعة على قطعة كيك صغير باحتفال بسيط جدا، ونالت الصور ومقطع فيديو إعجاب متابعي سيرين وأصدقائها وزملائها الذين تمنوا لابنتها العمر الطويل والصحة والسعادة. النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مواليد عبادية قرب بيروت في تاريخ 21 فبراير عام 1977 لعائلة مسيحية، ووالدها كان خياطا من أصول لبنانية بينما والدتها ممرضة من أصول يونانية. التحقت سيرين عبد النور بمعهد لدراسة المحاسبة وتخرجت منه في نوفمبر عام 1993 لتحترف بعد ذلك العمل كعارضة أزياء، حيث بدأت سيرين عبد النور حياتها المهنية في عرض الأزياء، وعرضت لمعظم مصممي الأزياء منذ العام 1990 منهم مري داغر وزهير مراد. مع بداية عام 1998 بدأت عبد النور بالظهور على محطة LBC اللبنانية من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية، وفي العام 2002 تم انتخاب عبد النور كأفضل موديل من خلال منافسة ضخمة. وحصلت عبد النور كأول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، مما هيأها للفوز بجائزة الموركس دور كأفضل ممثلة لبنانية في العام 2003. كان أول عرض أزياء شاركت به عبد النور يعرض ملابس خاصة بموسم عيد الميلاد لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، كما ظهرت في إعلان لأحد مصحيح الغسيل والذي صور في لبنان وعرض في السعودية. وفي العام 1994 شاركت سيرين كموديل في فيديو كليب للفنان جورج وسوف لأغنية كلام الناس. تزوجت سيرين عبد النور من اللبناني فريد رحمة في العام 2007، وأنجبت ابنتها التالية في تاريخ 10 يونيو عام 2011، وأنجبت طفلها الثاني كريستيانو في 17 مارس عام 2018. اشتهرت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي بعد مشاركتها في فيلم رمضان أبو العلمين حمودة مع الفنان المصري محمد هنيدي، وكان أول فيلم من بطولتها في العام 2008. حققت عبد النور حضورا مميزا في الفترات الأخيرة مع الممثل السوري محمود نصر من خلال مسلسل دانتيل، كما شكلت ثنائية مميزة مع الفنان السوري عبد فهد في مسلسل لعبة الموت، كما ظهرت معه في مسلسل 24 قيراط. أكلي أنا بحبها كثير اللي هي لبن مع توم ومع باستا ومع كيوكمبر اللي هو الخيار ومع نعنع. نعم، ماذا تريد؟
وشاركت عبد النور في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج سهرني معكم بالبيت في رمضان عام 2020 مع الفنان أحمد فهمي، وتم عرض ذلك البرنامج على محطة MBC1. كما شاركت عبد النور كعضو في لجنة تحكيم النسخة الأولى من البرنامج العالمي بصيغته العربية The Mask Singer انت مين، وكان دور عبد النور محققة باكتشاف هوية النجوم المشاركين على شاشة MBC. وتعاونت عبد النور مع شركة ماك لمستحضرات التجميل لإطلاق كوليكشن ماك سيرين عبد النور. وفازت سيرين عبد النور بعمر 23 عاما بلقب وتاج أجمل عارض أزياء في العالم. محطة MBC اختارت عبد النور لإطلاق برنامج الديفا، والذي يسلط الضوء على حياتها الواقعية، وأشرفت المخرجة رندا العلم على التفاصيل الخاصة.